لا حكم المواظبة على قول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير من قبل المأموم، وذلك بعد أن يكبر الإمام ويقول استووا واعتدلوا وقبل أن يكبر المأموم. هذا لا أصل له، وقوله بدعة، قوله في هذه الحالة بدعة، لأن هذا شيء لم يرد به دليل، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.